başka türlü oluyor yani. Durumlar mıdır? Arkadaşlarınız hep... Evet, herkes evleniyor. Annem gibi. Annem de bu sorunun cevabını çok... فيديو جديد على قناة أخبار المشاهير والدراما التركية. المقابلة اللي أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت هذه المقابلة للنجم أنجلا أكيوريك، حيث قال للصحفيين: بالطبع أريد الزواج، ولكن أولا يجب إيجاد الفتاة المناسبة. رد النجم أنجلا أكيوريك على السؤال الأشهر الذي لم يكف الصحفيين والمعجبات عن طرحه كان سبب في إثارة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن النجم أنجل أكيوريك بسبب هذه التصريحات تصدرت ترند التركي. المقابلة اللي أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي كاملة ومترجمة في هذا الفيديو. Biz Özgür 20 yıllık arkadaşım, yabancı damatı, işimizde beraber olmuştuk. Bugün mutlu günü, onunla beraberiz. İnşallah mutlu, güzel bir evli olur. Dost, arkadaş olarak da ben de... التقى الصحفيين بالنجمة أنجلا أكيوريك أثناء تواجده في حفل زفاف صديقه المقرب أزغر شفيق، وهو أحد أبطال مسلسل المؤسس عثمان. الصحفي سأل أنجل وقال له: هل دورك الآتي؟ جميع أصدقائك تزوجوا. أنجل رد قائلا: تسأل مثل أمي، هي أيضا متشوقة لمعرفة الإجابة على هذا السؤال. ورد أنجل على الصحفي وقال له: بالطبع أريد الزواج، ولكن أولا يجب إيجاد الشخص المناسب لتحقيق ذلك، وهذه الأمور اسمه نصيب. Annem gibi. Annem de bu sorunun cevabını çok merak ediyor. Vallahi var önce, tabii ki var. Öncelikle birini bulmak gerekiyor tabii ki bunu gerçekleştirebilmek için. Ama işte biraz... Hayırlısınız demek gerekiyor. Niye abi, bu yakışıklılıkla gayet bir bayağı birilerini bulabiliyorsunuz. Ama öyle olmuyor hayat. Hayatın gerçekliği de öyle olmuyor. İlişkileri farklı mı oluyor? Başka türlü oluyor. Yani bu işler biraz kader kısmet meseleleri de var. Ama bakalım yani. Abi sosyal medyadan çok teklif alıyor musunuz? Hangi anlamda? Benim evlilik için direkt diyenlerden. Valla bilmiyorum. Ya bana öyle teklif gelmedi şu ana kadar. O da gerçek değil zaten öyle bir şey. Yani oradan gelen bir teklif. أنجل تحدث في المقابلة أيضا عن مسلسله الجديد الذي سوف يتم عرضه على منصة نتفليكس، وهو مسلسل الحصار، ولا شريك البطولة في هذا المسلسل النجمة أصلي أنفار. أنجل قال إن التصوير المسلسل بدأ وأنا هبدأ بعد يومين، وقال إن شاء الله يكون مشروع جميل. وردا على سؤال من الصحفيين هل هناك أعمال أخرى في التلفزيون أو في السينما، أنجل قال: لا، يوجد مشروع نتفليكس حاليا فقط، وبعدها سوف نرى. مهنتنا هي التمثيل، وإن شاء الله إذا كان هناك مشروع جديد يلامس قلوبنا سنعمل عليه بالطبع، لما لا نعمل. ثم شكر الصحفيين بعد ذلك أنجل أكيوريك وشكرهم أنجل، ودخل إلى حفل زفاف صديقه أزغر شفيق. Bir proje var mı? Bakalım. Yeni bir işe başladık. Netflix'te. Evet, çekimleri başladı. Ben 2 güne başlayacağım çekimleri. Zaten bilinsene biraz. O var. Bakalım güzel bir proje olacak. Görmüyor. Telefon bir şeyler düşünüyorum. Ha, şu anda o var. Saatlerinden dolayı mı yoksa? Yok, şu anda o var. Netflix projesi. Bakacağız yani bir şekilde. Desteğimiz oyunculuk inşallah. Hani iyi bir projede. İçimize, gönlümüze silen bir projede. Olursa çalışacağız tabii ki. Neden çalışmayalım? وقد نالت تصريحات أنجل أكيوريك مع الصحفيين إعجاب جمهور ومتابعي النجم أنجل أكيوريك، واللي اعتبروا إن إجابته كانت صريحة وواقعية وبتعكس نظرته الناضجة للحياة والعلاقات الزوجية. وأشاد البعض الآخر بصراحة أنجل واعتبروه أنه من الضروري أن يضع الفنان حياته الشخصية في المقام الأول، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريحات أنجل، حيث انتشرت كثيرا من التعليقات والمشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي. A heart beat to the city streets. We began to feel